الجراحة طرق، هو البطن الوحيد الأخير المخلي أمالي فيه. إن شاء الله ما تخيبوا لي أمالي، أريد منكم تساعدوني تطمعوني حتى أطيب وأرجع أحقق أحلامي، أرجع أكمل دراستي وأرجع أمشي على رجلي وأسوي الأمور اللي ببالي بحياتي إذا أسويها. بس هذه المناشدة لم تحرك ذرة من ضمير هؤلاء السياسيين. نتابع حديثا لذوي الطفلة بتول عن ابنتهم وكيف منع من صعودها إلى الطائرة برفقة أجهزتها الطبية، فلنشاهد. وبسيطة، وهسه طبعا النت وشوف العلاج مال انحراف العمود الفقري وتقويمه، ومستشفى التركي قال احنا حتى نعطيها حقن للخلايا الجذعية وتقويم العمود الفقري من خلال صياخ وبراغي يخلوه له. وأبدا لا تعطي ولا درهم إذا ما نقدموا ضمانات إليك، يعني هم ناس واثقين، وهذا حشين بناء على التقارير والفيديو دزيته لهم. زين؟ يقول لي ما يصير يصعد بطل أكسجين بالطائرة. ما له شغل بالبنية، هاي ما تعني شيء. ما تعني شيء، وهي اللي هو مقطوعة. اللي هو مقطوعة. اللي هو ماشي من الهواء. اللي هو ماشي من ما يدري من هو شلون عزيز هو ما يدري هي داخلك شلون شنو معناها شنو معنى هذا راح هو شنو معناها يقول لي ما يصير شو يسوي بكل بساطة يعني بكل بساطة مو صلاحيتي صلاحية ما أدري ما جايبتني